اليوم الذكرى الخامسة لافتتاح المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة بين مدينة الناظور، هذه المدينة الساحلية الجميلة بشعبها وتاريخها وبطبيعتها الخلابة. اليوم تحتضن العديد من الممثلين والمفكرين والفلاسفة داخل قبة السينما. المميز اليوم أكيد أنا كمحامية تونسية هو اختيار الاتحاد العام التونسي للشغل في شخصي أمينه العام السيد حسين العباسي بجائزة السينما المهرجان، وهذا دليل قاطع على أن الامتداد بين المغرب وتونس هو امتداد عريق، وأن حلمنا حلم واحد سواء كان في مدينة الناظور أو في أي مدينة داخل تونس العاصمة. المهرجان كان متميز وبدايته كانت موفقة، والناظور اليوم في أبهى وأحلى حلة. أتمنى للجميع التوفيق في هذا المهرجان.